تحت شعار فن أحواش وأفاق تثمين التراث اللامادي بمنطقة باني، درست غرباني نموذجا، افتتحت فعالية الدورة الثالثة من مهرجان الواحة لفنون أحواش بطاطا. تنظم جمعية مهرجان الواحة النسخة الثالثة من مهرجان الواحة لفنون أحواش بدعم من جهة سوسمسة ومركز سوسمسة للتنمية الثقافية وبشراكة مع جماعة أيتوابلي. هذه النسخة قصد العناية والاهتمام بالتراث اللامادي للمنطقة. وبالموازاة مع فعاليات المهرجان تم افتتاح معرض للمنتجات المحلية يهدف إلى خلق دينامية اقتصادية، كما يشكل فرصة لتعزيز المقاربة المجالية وتنمية المنتجات المحلية، إلى جانب تنظيم ورشة تكوينية في فن الطبخ الواحاتي. التظاهرة الفنية تشهد مشاركة فرق فنية من فن أحواش ومجموعات غنائية تراثية متنوعة، وستحيي هذه الفرق والمجموعات الفنية ثلاث سهرات عمومية كبرى.